السلام عليكم أصدقائي وأحبائي. اليوم عندنا موضوع جدا مهم موجود في كتاب الصف الثالث الإعدادي وموجود أيضا بالمتوسطة وبالإعدادية بقية الصفوف. تابعونا نشوف الموضوع شنو. موضوعنا اليوم هو الـ Present Simple، واحدة من أهم المواضيع اللي موجودة في الـ Grammar بالصف السادس الإعدادي وبالصفوف الأخرى، موجودة من المتوسطة إلى أحد السادس الإعدادي، وواحدة من أكثر المواضيع اللي بيها إشكال بالنسبة للطلاب. أولاً قبل لا ندخل بالموضوع، طبعاً هو بيه نوعين الـ Present Simple، Verb to be و Verb to do، هذول الأشهر اثنين. هنا راح نحكي على الـ Verb to do اللي هو الاكشن اللي بده يصير، مثلا go come eat sleep الى اخره. هذه اول شيء لازم نعرف البريزنت سمبل عن شنو يعبر، او ليش اكو شيء اسمه بريزنت سمبل اصلا، ليش حتى نعبر به عن الروتينز، حتى بالعربي نسميه روتين، الروتين اليومي اللي راح تسويه. مثلا تقول I wake up at 7، اني اقعد من النوم بالساعة 7، I wake up at 7. Or things you do on a regular basis، أشياء أنت تسويها بانتظام. بانتظام يعني شنو؟ يعني كل أسبوع مثلا، كل شهر مثلا، أنت مقرر بالأسبوع يوم أو يومين تلعب طوبة مثلا. نقول we إحنا play tennis once a week، مرة بالأسبوع. we play tennis once a week، مرة بالأسبوع نلعب تنس، أو مرة بالشهر once a month إلى آخره. هذه شنو؟ تعتبر regular basis، بانتظام، يعني أكو شيء منتظم صاير في وقت ومثلا مكان معين. scientific facts، الحقائق العلمية. مثلا أقول لك water اللي هو المي، water boils at 100 degrees Celsius. 100 degrees، 100 يعني 100 degrees درجة سلسيوس المقياس السيليزي، الماء يغلي في درجة حرارة 100. هذا الشيء واقعي وشيء علمي، احنا ما نقدر شنو نغير بهذا الشيء. ايضا نعبر عنه بالpresent simple verb to do. عندنا sports commentary اللي هم جماعة الطوبة والبقية، المعلقين الرياضيين. commentary يعني التعليق، وسبورتس يعني الرياضة. التعليق الرياضي عادة يكون بالpresent simple، وأحيانا يدمجون ويا present continuous. مثلا يقول he passes the ball، he passes the ball يعني يمرر الكرة إلى الزميل أو إلى اللاعب الآخر. likes and hates، الشغلات اللي أحبها واللي ما أحبها، أيضا أعبر عنها بالpresent simple اللي هو مثلا I don't مثلا like football، أني ما أحب كرة القدم، هذا شيء أني ما أحبه. likes and hates or I hate football مثلا، الأشياء اللي أحبها واللي ما أحبها أيضا أعبر عنها بالpresent simple. skills مثلا I can use a computer، أني أقدر أستخدم الكمبيوتر، أقدر أستخدم الحاسوب أو الكمبيوتر. هنا القدرة مالتك عبرت عنها بالpresent simple. هسه نجي على أقسام الpresent simple، الverb to be والverb to do، ونشرح كل واحدة منهن بالتفصيل. خليكم وياها. present simple أي المضارع البسيط باللغة العربية، يعني نقول عليه مضارع بسيط. عنده نوعين أساسيين باللغة الإنجليزية اللي هما الـ verb to be والـ verb to do. الـ verb to be يحكي عن الكينونة. الكينونة يعني أكون، يكون، تكون، يكونون إلى آخره. هذا النوع ما بفعل action، يعني ماكو فعل بأكشن، يعني ماكو فعل بحركة، مو مثل يشرب، يأكل، ينام إلى آخره. فش نقول؟ نقول الفواعل اللي هم هي وشي وإت يأخذون إز بدون verb، لأن هذا راح يكون هو الverb هنا، وآي راح يأخذ أم، والبقية اللي هم وي وذي
و you راح ياخذون are ايضا بدون فعل ايضا بدون فعل مثل ما هو واضح. زين نجي ناخذ امثله على كل واحد من ذولا. مثلا اقول هنا he is happy يعني هو سعيد. هو كينونته الان سعيد. I am not at home. I am not at home. أني مو بالبيت. مثلا واحد خاورك يقول لك where are you؟ تقول I'm not at home. أني ما موجود بالبيت. لذلك تقول وجودي شنو؟ مو بداخل البيت حاليا. وعندنا we و they و you البقية اللي يأخذون are. مثلا نقول they are students. هما أو هم أو هن طلاب. They are students. هم طلاب. هذا شنو معنى؟ ماكو فد action. ما قلت they are studying. هم دي يدرسون. Okay. ما قلت I am going مثلا. ماكو فد action. هذه تسمى أفعال الverb to be. لذلك أمو إزو آر. هذه من المشاكل اللي يواجهوها طلاب دائما في المضارع البسيط. ما يقدرون يميزون بين الverb to be والverb to do. هسه بالنسبة لهذا طبعا عنده ثلاث حالات. الحالة الأولى اللي هي شنو؟ الحالة الخبرية اللي هي is مثلا she is I am not. هذه تعتبر من حالات النفي. وعندنا أيضا الاستفهام اللي مثلا إذا نسأل are they students؟ هل هم طلاب؟ أني أسأل شخص شفت مجموعة ناس مثلا أقول are they students؟ بالنسبة للنات طبعا مثل ما نعرف تجي بعد الشنو بعد الام والاز والار اللي هو بعد verb to be. وبالنسبة للاستفهام راح نقلب او نغير اماكن الفاعل والverb to be. الverb to do مثل ما هو واضح ومثل ما قلنا اكو فد action اكو فد حركة اكو فد شيء دا يصير راح نجي نحكي عنه هسه. الفواعل اللي هم he وshe وit. زين he she it ايش راح يصيرون؟ راح ياخذون verb. اوكي هذا الverb راح يكون ب شنو؟ راح يكون ب s. هذا الاس شنو؟ قسم من الطلاب يقول استاذ هذا اس الجمع. لا هذا مو اس الجمع لان الverb ما ينجمع باللغه الانجليزيه وهي من الاخطاء الشائعه. استاذ لعل هذا اس التملك. لا اس التملك راح يكون ب apostrophe. apostrophe يعني هاي الفارزة اللي فوق نسميها apostrophe باللغة الإنجليزية. وأحيانا تكون لغاد إذا كان عندنا أسماء جمع وحسب القانون ماله. فهذا يسمى اس الشخص الثالث اللي بالإنجليزي نسميه third person singular. singular يعني شنو؟ يعني مفرد. S third person singular S أو S الشخص الثالث المفرد. راح نجي نعرف ليش هذول يعتبرون شخص ثالث. ليش نعتبرهم شخص ثالث؟ أني دا أقول لكم أنتو أو أحكي لكم عن شخص آخر. مثلا أقول لك أو أقول لك he goes home at 7 o'clock. he goes home at 7 o'clock. هو يذهب إلى البيت في الساعة 7. هذا شنو؟ أني دا أحكي للشخص المقابلي عن شخص ثالث وشرط أن يكون ضميره إما هي أو شي أو إت. يعني شرط أن يكون مفرد وأن يكون شخص ثالث. إذا كان شخص ثاني مثلا أنا إذا أقول لك أنت أقول لك يو هذا ما راح يأخذ اسم الشخص الثالث مثل ما هو واضح. وإذا كان أيضا شخص أول اللي هم أي أو وي مثلا أشخاص أولين يعني هم اللي يحكون عن نفسهم هذول أيضا ما راح يأخذون اس الشخص الثالث. I, we, they أو you و they هذول راح نضيف لهم verb عادي بدون اس الشخص الثالث. طبعا في كلتا الجملتين من الممكن أن يكون عندنا compliment اللي هو التكملة. مثلا هنا نقول شنو؟ he goes to school at 7 في الساعة 7. he goes
ضفنا له اس الشخص الثالث. طبعا حسب قاعدة الفعل نهاية ايش راح يكون، راح نضيف له قسم منهم راح نضيف لهم اي اس. وهنا مثلا نقول I go to school، هنا بس ردد اكتب نفس الجملة حتى تميزون الفرق. at 7، شوف هنا ايش صار، I go، ما قلنا I goes، ليش؟ لانه شخص اول ومفرد، هنا كان مفرد بس ما كان شخص اول، كان شخص ثالث. هاي بالنسبة لحالة شنو؟ هاي بالنسبة لحالة الجملة الخبرية اللي هي تنطينا معلومة، الجملة الخبرية. نجي هسه لحالة الجملة الاستفهامية اللي هي الكويستشن. بهالحالة ايش راح اسوي؟ راح اجيب do و does. does اللي كانوا ياخذون اس الشخص الثالث اللي هم he و she و it. does he she it راح اجيب verb شرط ان يكون base، وطبعا اذا اكو تكمله للجمله بعدين علامه الاستفهام، ضروري هذا الشيء تعرفه. مثلا اقول does he wake up at 6. does he wake up at 6 ايش سوينا؟ سالنا سؤال، هل هو يستيقظ في الساعه السادسه؟ does he wake up، ما قلنا wakes up، ليش؟ لان قلنا does، الdoes اصلا هو هنا رايح الاس هنا، فاللي بعده الفيرب الاول لازم يكون verb base، ندير بالنا على هذه الحاله. عندنا do بالنسبه لبقيه الفواعل اللي هم I we وthey وايضا يو، هذول راح ياخذون دو. مثلا اقول طبعا ايضا الفيرب اللي بعده راح يكون بيس، تكمله الجمله ان وجدت تكمله والى اخره. مثلا اقول دو يو لايك فوتبول، دو يو لايك فوتبول، هل تحب كرة القدم؟ طبعا الإجابة عن هاي الأسئلة راح أيضا يكون بيس ونو. مثلا اليس شنو؟ مثلا قول يس هي، بشنو سألت؟ بدز، قول يس هي دز. أو قول نو no. إذا هو سألني قال دو يو لايك فوتبول، هو يقول لي أنت تحب كرة القدم، أقول نو آي دونت، لا أني ما أحب كرة القدم. أو yes he does، نعم هو يسوي هذا الشيء. هذه بالنسبة لحالة الاستفهام. نجي للحالة الأخرى واللي هي حالة النيجاتيف اللي هي النفي. he و she و it راح ياخذون does، بعدين not does not، بعدين verb شرط أن يكون base وإذا أكو تكملة للجملة فأهلا وسهلا، احنا نرحب بكل الناس. أما البقية I و we they و you، هذني راح ياخذون do، بعدين not، بعدين verb شرط أن يكون base، بعدين تكملة الجملة إن وجدت. مثلا أقول he doesn't eat meat، هو لا يأكل اللحم. doesn't eat، شفنا هنا الverb يكون base، شرط أن يكون base لأن عندنا does هنا. زين بالنسبة للجماعة مثلا أقول I don't like football، أنا ما أحب كرة القدم. I don't like football، هنا ده أعبر عن شيء أنا أحبه أو ما أحبه، نفيته. don't هنا مثل ما تشوفون كتبناها does not بس من اختصرناها صارت doesn't، و do not من اختصرناها صارت don't. هذه بالنسبة لحالة النفي، الحالة الأخيرة اللي راح نشرحها اليوم. شكرا لكم ونتمنى تكونوا استفادتوا. شكرا للمتابعة، لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وانطوني آراءكم وأسئلتكم بالكومنتات. ألقاكم المرة الجاية.